الله عليك يا محسن، يا بتاع زمان يا جميل. هو ده ميسي يا جماعه. الله 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 يا ميسي، قصير بس حاير يا جماعه. يعني بطل صداع بقى، مش عارف اتنقل العب. هو ده يا جماعه. تسالني تقول لي النتيجه دي وصلت كده ازاي، اقول لك ما اعرفش. اوبا. كابتن محسن تقول ايه عن النتيجه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك، هو الخواجه قال لنا على خطه معينه، نزلنا بالخطه دي ونفذناها في قلب الملعب، وكان دي نتيجه الخطه. الحمد لله الحمد لله. عاش يا كوتش. حبيبي حبيبي. كابتن سيف، الخطه اللي بتلعب بيها راحت فين؟ تعالى جوه. انا بقى انت هتزهقوني ليه بقى؟ ما انا مش هلعب. ايوه انا عارف، دي اخلاق دايما لما بتكون خسران. بقول لك ايه، دي شكلها خناقه صح؟ انت محتاج تغير جو. فعلا انا محتاج ارتاح وغير جو. بتاخد مراتك بتاعك زمان في السخنه يا سيدي؟ يا ابني بقول لك عايز ارتاح، تقول لي خد مراتك. شكلها بقى خناقه كبيره قوي قوي قوي. ده الطبيعي يا ابني، ملل وفطور وزهق وحاجه تخنق. والله كلنا هذا الرجل يا جماعه. الكوتش العيب فينا احنا يا جدعان مش فيهم. لا يا معلم، العيب فيهم، احنا زي الفل. بصوا يا جدعان، انا عايز احكي لكم على حاجه بس. هتضحكوا عليا؟ تضحكوا بقى. خلاص 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 خلاص. بس ساعات لما بكون نايم مع مراتي في السرير بتخيلها واحده تانيه عشان اقدر اكمل. بتضحك برضه؟ تفتكر دي ما تبقاش خيانه؟ لا طبعا. خيانه ايه يا ابني؟ بيتخيل الموضوع كله تخيل. يا حبيبي ربنا هيحاسبنا على افكارنا برضه. ربنا عالم بحالنا. ايوه ماشي، بس مش معنى كده. في حاجات غريبة قوي بتحصل أنا مش فاهمها بصراحة. الواحد ساعات بيقعد يفكر في الموضوع ده كتير قوي، تلاقي الحريم اللي معانا محترمة قوي، محترمة بزيادة. الله. وتبقى أنت لما تيجي تتجوز عايز تتجوز واحدة محترمة، مش عايز تتجوز واحدة شمال. طب القنا فين يا جدعان؟ يا ابني أمال اللي إحنا بنقوله ده باللي أنت بتقوله؟ يعني عايز تفهمني إن كل الستات اللي في الدنيا بجنسياتهم مش محترمات، والمصريين بس هم المحترمين؟ لا يا حبيبي، دول بيعرفوا ينبسطوا وينبسطوا جوازهم. ده الموضوع ده عندهم زي الاكل والشرب، حاجه اساسيه ومهمه. مين قال لكم ان مفيش ستات مصريات كده؟ انتوا اللي حظكم وحش على فكره. يمكن الواحد لو ما كانش عك قبل الجواز ما كانش بقى ده حاله. كان الواحد رضي باللي هو فيه. لا بقى، ما هو مش معنى ان احنا بنعك قبل الجواز يبقى ينكتب علينا ده طول عمرنا. لا، لازم يكون في بصيص من الامل. ها؟ بصيص. حلوه بصيص دي. حلو. يا لهوي، الله يخرب بيوتكم، طيرتوا السجارتين اللي كانوا منخششين في نافوخي. والله الواحد كان كسبان ومروق، من اول مره اكسب يا جدعان. الظاهر هدي من كتر حبها في النكد حببتني فيه. العيشه كلها بقت ملل ملل. بقول لك ايه، انا همشي. انتوا ليه حاسسيني ان انتوا في سته ابتدائي؟ اقوم اعمل لكم هوت شوكليت؟ يا بنتي مش عايزه اقول لك، انا بقالي قد ايه ما لعبتش اللعبه دي، من زمان قوي. ما عندكيش بني غامق كده؟ بعمل البحر. مش مالك؟ انا مركزه. بقولك ايه، مفيش عندك الاصفر في الاورنج مع بعض؟ هاتيلي البحر. هو انا كل ما اطلب منك حاجه تقولي هاتيلي حاجه؟ يا شيخ اعملي ايه؟ ثانيه واحده، انت غريبه قوي. بقالي كتير ما لعبتهاش. هو في حاجه اسمها لايقين؟ الو، هاي سارة، ازيك؟ معلش سارة، صحتك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا، انا ما بنامش دلوقتي. احنا ايه الاخبار؟ تمام. طبعا كان في شويه عند في الاول، بس بالنسبه لاول مقابله تمام. طبعا يعني اطمن. انا بحاول اطمن. بالنسبه لاول مكالمه، بس في حاجه عايز اطلبها منك يا حسين. انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده. كل يوم بترجع بالليل بتكون نايم. طبعا اوعدك ان انا هحاول. يا ريت. طب سارة، انت مواعيدك ايه معاها اليومين دول؟ هشوفها بكره، بس في شويه حاجات كنت عايزه اقولها لك. لازم في الاول هنبدا بحاجات كده. شور شور ساره، انا واثق فيكي ومتاكد ان انت هتساعدي هنا. اعملي اللي انت شايفاه صح وانا معاكي. اوكي، اتفق. يلا ميرسي يا ساره، باي. الو حسام، الو، في بحر قدامنا اهو، وبعدين عامل الشقه ازرق فاتح يعني. لا، ايه ده؟ راجل غريب جدا قفل السكه في وشي كانه بيهرب. مين ده؟ ابو بنت بعليكها. امور؟ يا اختي امور. طب ليه بقى هو اللي بيكلمك مش المدام بتاعته؟ عشان المدام بتاعته متوفيه. يا حرام. بنت انت في ايه؟ دي مش حكايه تركيز بقى، مالك ساكته كده؟ الله،
مش كنت بتتكلمي في التليفون عايزاني اعمل لك ايه؟ اقوم ارقص. بقول لكم ايه؟ انا امبارح اخويا سالني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه. ايه؟ قال لي هو عماد خطيبك نمطي؟ انا ما فهمتش يعني ايه نمطي، بس انا قلت له لا، بس لما عماد كلمني في التليفون عرفت ان عماد نمطي. طب وانت عارفه يعني ايه نمطي؟ لا. نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت، يرجع من الشغل يتغدى يخش ينام يصحى يشرب. خلاص يا سو انا عرفت عماد نمطي. بس في ستات بتحب كده على فكره. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه اتجنن. بعدين لو طلع نمطي في الموضوع ده تبقى كارثه، انا مش هبقى مبسوطه بصراحه يعني. لا هو اكيد هيطلع نمطي في الموضوع ده، بس الدور والباقي بقى عليك انت. انت المفروض تخليه يفك، وطبعا انت بديحه ومالكيش في الكلام ده خالص. ايه ده مين قال لك اني ماليش؟ مين قال لك؟ مين انت اللي قلتي؟ لا انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجه وليها وقت، انما انا عاديه يعني زي كل البنات. قلت في ايه عاديه يعني؟ اوعي يا بنتي يكون عندك كبت. احتمال كبير يبقى عندي كبت. طب بمناسبه ان انت ساكته بقى وقاعده لنا على السايلنت، هسالك سؤال وتجاوبي تقولي اه ولا لا. اوكي. هو سيف نمطي؟ اه شكرا. كل الرجاله كده، يخلص الهاني مون هتلاقيه تحول. لا 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 لا، ابوس ايدك ما تلخبطيليش البنت، احنا ما صدقنا نعرف انها طبيعيه وليها في الحاجات دي. وبقى انت قاعده ساكته وساعه ما تتكلمي تقولي كده. الله، مش هي الحقيقه؟ ما تصدقيهاش، دي الحقيقه بتاعتها هي عشان هي فاشله. اصل هديله عندها خلط، هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده ولا تعمل له مساج مثلا تتدلع عليه يعني هتكون ست قليله الادب. هي بقى مش عارفه ان الرجاله كلهم بيحبوا الحاجات دي، عشان كده هي فاشله. انا مش فاشله. في ايه يا هديله؟ انا بهزر. وبعدين انت مش متجوزه، لازم تعيشي التجربه علشان تحسي ان انا بتكلم فيه.